هلا مرحبا بندم. هلا. مرحبا. اهلا. رئيس عمليات المنطقة الثالثة الأخ قائد الشرطة العسكرية هذا آيات من الفقه الحكيم يتلوها علينا الأخ بلال. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أبناء الثلاث المديريات الشمالية مجزر ومنطقة الورغوان يقدمون ممثلين بمدراء مديرياتهم وأمناء عام المجالس المحلية للثلاث المديريات وأعضاء المجالس المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية ومدراء قسوم الأمن في المديريات ومشايخ وأعيان ووجهاء وجمع غفير من أبناء الثلاث المديريات يقدمون القافلة عيد الأضحية لعيد الأضحية للمواطنين المرابطين في الجبهات للجيش الحر ورجال المقاومة ويقولوا لن تهنى نفوسهم إلا بتقديم أضحيتهم في المتارس وأعيادنا جبهاتنا وأعيادنا متارسنا ولن تتم الفرحة الكبرى إلا بإخراج الحوثي المتغطرس الكهنوتي وقطع الشرذمة هذه الانقلابية من اليمن حتى يفرح اليمنيين جميعا بعيد الأضحى وعيد الفرحة الكبرى التي إن شاء الله تكون قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. وعيد سعيد والجميع في نعمة وأتم خير. مشاهدينا الكرام كل عام وأنتم بخير. اليوم نحن في جبهة المخدرة نشارك أبطال الجيش الوطني أفراحهم بعيد الأضحى وهم يرابطون في هذه المواقع دفاعا عن الوطن وعن الجمهورية في مقارعة ميليشية الحوثي الكهنوتية. معنا العميد علي عميسان قائد جبهة المخدرة.
ليطلعنا أكثر عن الأجواء العيدية وعن القافلة الغذائية المقدمة من أبناء الثلاث المديريات رغوان ومدغل ومجزر. أهلا وسهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير وأهلا وسهلا بكم. العيد كما تشاهدون على الواقع وكما تشاهدون الزوار الذي جاءوا يزورون الجبهات من الثلاث المديريات الشمالية مدغل ومجزر رغوان، مقدمين يعني أضاحي وكذلك جعالة العيد وكذلك هدايا كثيرة قدموها، فنشكرهم على هذه الهدايا التي قدمت. وهذا إذا دل فإنما يدل على الروح التي يحملونها من أجل هذا الانقلاب ومن أجل هذه المواقع ومن أجل هذه الجبهات. ولا ننسى أن نرفع أحر التهاني والتبريكات مناسبة عيد الأضحى المبارك إلى رئاسة الجمهورية وكذلك إلى القيادة السياسية بشكل عام، وكما نرفعها إلى الأبطال المرابطين في الجبهات في كل الجبهات وفي كل الجبال وفي كل الميادين، نرفع لهم أحر التهاني والتبريكات، وإن شاء الله من نصر إلى نصر ومن مناسبة إلى مناسبة أعظم وإلى الأمام بإذن الله. كيف وجدتم معنويات الأبطال المرابطين في الجبهات وهم في أول أيام عيد الأضحى؟ وجدنا معنويات الأبطال مرتفعة، أعطونا معنويات أكثر، هم استمدين المعنويات من المواقع ومن الأبطال ومن مواقفهم التي يمارسونها أمام ذلك الإنقلاب وأمام طاعتهم وتلذذهم بالجهاد في مواقعهم. طبيعة الجبهة وما حدث من تسللات للميليشيات الحوثية خلال الأسبوعين الماضيين، كيف كان تعاملكم معها أو كان يعني لها تأثير على الجبهة؟ هو قبل بالضبط تقريبا 5 أيام تسللت مجاميع للحوثي على عدة مواقع في الجبهة، وكان يعتبر فخ للحوثي على أنه أوهم أن لا يكون أمامه إلا أفراد ليس بالكثرة، ولكنه وقع في الفخ وكان منه ضحايا كثيرة وقتلى كثير، ولم يأخذوا قتلاهم أكثرهم إلا في اليوم الثاني، وخلفوا سلاح وعتاد في المواقع التي تسللوا إليها، وبفضل الله وبحمده تم صدهم ودحرهم وكسرهم. إذن مشاهدينا الكرام، هذه هي معنويات أبطال الجيش الوطني. أبطال الجيش الوطني يؤكدون بأنهم سيواصلون الرباط، سيواصلون الكفاح من أجل استعادة الجمهورية، لن يهنوا ولن يتراجعوا ولن يتزحزحوا حتى تخليص الوطن من هذا الكابوس الذي انتهك الحرمات ودمر كل شيء جميل في هذا الوطن. رشاد النواري، يمن شباب، من جبهة المخدرة مأرب.